أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة تعلن ارتفاع عدد الوفيات بمرض الكوليرا في مناطق شمال غرب سوريا إلى 7 وفيات والإصابات المؤكدة إلى 270. شبكة شام تكشف عن تسريب بيانات عشرات الناشطين المتعاونين مع المفوضية السامية للأمم المتحدة المقيمين داخل سوريا وخارجها بما في ذلك مناطق سيطرة نظام الأسد. نقابة المعلمين السوريين الأحرار تدعو لإضراب عام للمعلمين في ريف حلب المحرر عقب خصم جزء من راتب المعلمين على خلفية الإضرابات الأخيرة. فريق منسقو استجابة سوريا يوثق استهداف 74 منشأة وبنية تحتية منذ بداية العام الجاري، معظمها مخيمات تؤوي نازحين استهدفتها روسيا وقسد ونظام الأسد. رئيس مجلس مدينة حلب التابع للنظام يوقع على قرار إخلاء 1500 بناء سكني من قاطنيه بشكل مبدئي بسبب احتمالية سقوط تلك الأبنية في أحياء المدينة التي تعرضت لقصف النظام وروسيا في معارك سابقة. هيئة الأركان الأمريكية تقول إن الجيش الروسي تكبد خسائر بشرية تقدر بأكثر من 100,000 جندي سقطوا بين قتيل وجريح في أوكرانيا منذ بداية الحرب.